لاقت مبادرة وزارة الأوقاف الدين أخلاق زكاتك خفض أسعارك في محافظة حلب استجابة في الأسواق، وقام العديد من التجار بخفض الأسعار وتخصيص أقسام ضمن المحال خاصة بالمبادرة للبيع بسعر التكلفة. طبعا هي مبادرة اجتماعية، الهدف منها تخفيض الأسعار المنتجات كافي في الأسواق من خلال تفاعل التجار. كان الأمر في العموم إيجابي جدا، تجاوب التجار كان جيد جدا، وإن شاء الله نحن سنبقى على هذا المنحى من أجل تقوية الدافع الأخلاقي لدى المواطن، ليس فقط لدى التاجر، حتى لدى المستهلك. شكلنا فريق عمل متكامل من كل القطاعات الدينيين في هذه المديرية من أجل تنفيذ هذه المبادرة. الحمد لله رب العالمين، رأينا إثمارا، الناس كلهم تفاعلوا معها، الناس كلهم أحبوا هذه المبادرة. بدأنا بعرضها على التجار، تبنوا هذا الموضوع، وكل واحد منهم أبدى استعداده وتعاونه بما أنها تخدم المواطن وتخدم الشعب. عم نخفض الأسعار، هلا في كثير بعض شغلات عم نبيع، يعني برأس مال البيض والسكر والرز والعدس وهالامور هي، وفي شغلات يعني عم نحط عليها جزء بسيط يعني، وان شاء الله وتعالى يعني نريد الاسعار تكون مناسبه للمواطنين وتكون الوضع كويس، وان شاء الله هيك الله يحسن الاوضاع. والله حاليا الاقبال يعني من صرنا نهارين تقريبا صار من 50 ل 70% والحمد لله. جاوبنا طبعا مع مبادره زكاتك خفض اسعارك، لانه هي ضروريه بهالوقت هذا، لانه الوضع كثير يعني صعب والمعيشه صعبه، فنحن تجاوبنا مع ان شاء الله، وفي صار عندنا قسم في المحل قسم كبير مشان بالنسبه لهالامور هاي، زكاتك خفض اسعارك تناسب الدخل المحدود كثير. في تخفيض اسعار وفي شيء ببيع بسبب الكلفه، طبعا نحن منتجين هون، ففي قسم عندنا حطينا فيه انه بسبب الانتاج فقط، وفي قسم ثاني حطينا فيه انه خفضنا 20%، فصار بسبب المنتج. طبعا بسبيل انه تتحرك الاسواق شوي ونخفف عن المواطن شوي. نوعا ما كويسة الأسعار، أحسن يعني من أسعار برا، يعني اللي ما يعني تابعين للمبادرة في تخفيض بالأسعار يعني لحد ما كويس، يعني مقبول. يعني بشكر وزارة الأوقاف على هالمبادرة الكويسة والحلوة بهالأوقات الظروف الصعبة. يعني الحمد لله الأسعار ما شاء الله، يعني بعد هاي المبادرة صار يعني في شوية تحرك في السوق إنه نزلوا الأسعار، والحمد لله ماشي الأمور بخير. في أسعار حلوة يعني بتناسب الجميع تقريبا، يعني احنا نتمنى من الجميع انه يبادروا لهالمبادرة هاي، ينتموا لهالمبادرة جميع المحلات هون لحتى نساعد بعضنا يعني، وشوي نحس ببعضنا.